دائما نسمع عن أخطاء الأطباء، لكن من النوادر أن نسمع أن طبيبا نسي أدواته داخل جسد المريض. قطعة قماش هي ما نساها طبيب في مستشفى الجمهورية بمحافظة بابل داخل جسد المريض. خلصت العملية مع السيد علي، دخلوه صالة العمليات، وهسه اجى الدكتور، دكتور رياض سرقيس. هاك البس هذا الشف، البس هذا الشف، البس هذا الشف شيء جديد. رياض سرقيس الدكتور يقول ناسين شرشف ببطنه، ناسين شرشف ببطنه. الله يطيح حظك يا طبيب، الله يطيح حظك يا دكتور، شو اسمه؟ وسام. دكتور وسام، الله يغسل حظك دنيا واخره. اكو واحد ينسى شرشف ببطن مريض؟ شرشف ببطن مريض ينسى؟ ما اعرف يعني، ما اعرف شنو القضيه. لا اله الا الله. هذا الشرشف ببطن علي، ببطن علي ناشي، ما اعرف يعني، يعني وين دائره صحه بابل، وين دائره، وين وزاره الصحه العراقيه؟ الله يغسل حظكم دنيا واخره. خلي يشوف، خلي يشوف كل الاطباء اللي مستشفى الحله الجمهوري. زين هذا الدكتور لو يروح يشتغل حمال اشرف له، والله العظيم يشتغل حمال اشرف له، اشرف له 100 مره. زين لو يشتغل حمال هذا الدكتور افضل له.